سبعة مدافعين ضمن قائمة اهتمامات نادي ليفربول لتعويض فان دايك وجو غوميز. تطورات تجديد عقد الهولندي جورجينيو فينالدو. كل هذه الأخبار وأكثر ستجدها بالقناة، ولكن قبل البداية، وإذا كنت من محبي نادي ليفربول لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك ليصل الفيديو إلى أكبر عدد من مشجعي النادي. ازدادت متاعب نادي ليفربول الإنجليزي عندما أعلن في بيان رسمي نجاح الجراحة التي خضع لها جو غوميز في ركبته اليسرى، ولم يحدد النادي الإطار الزمني لعودة اللاعب، وذلك يعتمد على سرعة تعافي. وبهذا انضمت جو غوميز إلى قائمة الإصابات الطويلة، والتي تضم كل من فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تيميكاس، فابينيو، تياغو ألكانتارا، أوكسلي تشامبرلين ونبي كيتا. وقد أصبح من المؤكد أن النادي الإنجليزي سيسعى خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى تعويض الغيابات الوازنة بالتعاقد مع مدافع. وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن النادي يضع عدة لاعبين ضمن اهتماماته، وعلى رأسهم مدافع نادي شالكا التركي أوزان كافاك، والذي حدد ناديه قيمته في 16 مليون يورو، وذلك بسبب الأزمة التي يمر منها، ومن الممكن أن يكون الأفضل لليفربول. كما يضع ليفربول المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ضمن اهتماماته، والذي يعد أبرزها، ومن المرجح أن يضمه النادي بحوالي 40 مليون يورو. ثالث القائمة الإنجليزي بين وايت مدافع نادي برايتون ذو 23 سنة، والذي تبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو، وعلى الأرجح سيكلف اللاعب خزينة النادي حوالي 24 مليون يورو إذا تم التعاقد معه. وشملت القائمة أيضا ابن مدينة ليفربول كونور كودي لاعب وولفرهامبتون، والذي سبق أن تم رصده على رادار النادي الصيف الماضي، وتصل قيمته السوقية الحالية إلى 25 مليون يورو. وحسب الصحف فالقائمة تطول بتواجد كل من البرازيلي بريمير سيلفا مدافع تورينو، وميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان، والذي وجد صعوبة في الحفاظ على مكانته كأساسي في النادي الإيطالي، وآخرهم الإنجليزي جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي، والذي تواردت أخبار حول أنه رفض التجديد مع ناديه ويطالب حاليا بالرحيل إلى نادي آخر. ويبقى ليفربول أول وأبرز المهتمين به، فمن تظن أنه المدافع الأقرب للانضمام إلى النادي خلال الفترة المقبلة؟ لا زال نادي ليفربول لم يحسم الجدل القائم حول تجديد عقد متوسط ميداني الدولي الهولندي جورجينيو فينالدو صاحب 30 عاما. وقد أثار اللاعب جدلا حول مستقبله مع النادي، وذلك بعد إجابته على سؤال موعد تجديد عقده مع الريدز. وأجاب فينالدو على السؤال قائلا: لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، عليكم طرح هذا السؤال على إدارة النادي، ومن جانبي لا يمكنني تأكيد أو نفي أي شيء. والجدير بالذكر أن عقد فينالدو ينتهي نهاية الموسم الحالي، وسيصبح قادرا على الانتقال إلى أي نادي مجانا. ويذكر أن نادي برشلونة كان يصارع الموسم الماضي لضم اللاعب، ولكنه فشل بسبب الأزمة المالية. ولكن مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان لا زال متشبتا بضمه، ومن الممكن أن يتحصل على ذلك في الصيف القادم في حال فشل ليفربول في الوصول إلى الصيغة المناسبة لتجديد عقد اللاعب.